بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي الكرام، اليوم نلتقي في مختصر شرح الأربعون النووية، واليوم موعدنا مع الحديث السادس بعنوان البعد عن الشبهات. فبسم الله نبدأ. أولا متن الحديث. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نلتقي الآن إخواني مع شرح الحديث. الحديث هو الحديث السادس في سلسلة الأربعون النووية للإمام النووي، وهو بعنوان البعد عن مواطن الشبهات. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي واضح لا يخفى حلة، وإن الحرام بين، أي ظاهر غير خفي، وبينهما، أي بين الحلال والحرام الواضحين، أمور مشتبهات أي غير واضحات، الحل والحرمة، والمراد أنها تشتبه على بعض الناس دون البعض. قال النووي رحمه الله: الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز والفواكه والزيت والعسل، وحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، والمشتبهات غير الواضحة الحل والحرمة. فلهذا قال: لا يعلمهن، أي لا يعلم حكمها كثير من الناس. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياسات أو استصحاب أو غير ذلك. فمن اتقى الشبهات، أي تحرز عنها وتركها، فقد استبرأ، أي حصل البراءة لدينه مما يشينه من النقص وعرضه من الطعن فيه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات بأن لم يترك فعلها وقع في الحرام المحض، أو قارب أن يقع فيه، كالراعي، أي حاله كحال الراعي الذي يحفظ الحيوان يرعى مواشيه حول أي جانب، الحمى المحظور على غير مالكه يوشك أن يسرع، أن يقع فيه، أي تدخله الماشية وتأكل منه،
ألا هي هنا للتنبيه، أي أن ما بعدها أمر ينبغي التنبيه أو التنبه له. ألا وإن في الجسد مضغة، سميت مضغة لأنها قدر ما يمضغ، إذا صلحت بالإيمان والعلم صلح الجسد كله، أي بالإخلاص في الأعمال، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أي بالجحود والكفر والعصيان. ألا وهي القلب، فالقلب محل النية التي بها صلاح الأعمال وفسادها، وأيضا هو الأمير والملك بالنسبة إلى تمام الجسد، والرعية تكون تابعة للملك. هذا الحديث إخواني الكرام يبين أن الأعمال أو الأمور تنقسم إلى ثلاثة أشياء: حلال بين واضح ظاهر لا غموض فيه، وحرام بين واضح لا غموض فيه. وبين الحلال والحرام صنف ثالث يشتبه على بعض الناس حله وحرامه لغموضه، يعرفه العلماء ويعرف أحكامه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتعد عن هذا الصنف فقد استبرأ لدينه، أي حصل على البراءة ولدينه وعرضه. فهذا الحديث يحث أن يكون الإنسان على الحلال البين دائما، وأن يبتعد قدر المستطاع عن الشبهات، أن يتقيها، أن يبتعد عنها حتى يحصل على البراءة لدينه مما يشينه من النقص، والبراءة لعرضه من الطعن فيه. وبهذا إخواني الكرام نكون قد انتهينا من مختصر شرح الحديث السادس من الأربعون النووية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نلتقي في حديث آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.